موضوع تاني يا اخونا يا صاحب الحال، يا اخي انت زلمي فلست، طب كيف نفلس تقبل اللي حواليك يكونوا، طب واحد وزير بيقولوا معه 300 مليون دولار وجماعتك عم بيقولوا عنه انه معه 300 مليون دولار كان بوزاره الداخليه، طب كيف بتقبل؟ طب كيف بتقبل انت انه يكون معه 300 مليون دولار وانت مفلس؟ ايه منطقي. طيب عماد عثمان يا اخي بمعزل على نحن وياه شو فيه. طيب عماد عثمان، طب انت مفلل قبل كم يوم موظفينك بدون تعويضات. طب وعماد عثمان عامل عرس لابنه بخمس ملايين دولار. طب ما هذا استفزاز الناس ولك يا خيي. ما هيك عم تستفز الناس، بتروح تحضر العرس شو بدك فيه تروح تعمل عرس ابنه. طب عامل عرس بهذا البدخ بخمس ملايين دولار وانت مفلل موظفينك بلا تعويضات. طب ما هذا كله تراكم وموصل لحتى يوصلنا لهون. طب ما كله كنا عم ننقلكم عنه. طب كيف بتقبل اصلا يكون في ناس حواليك بهذه الطريقه عمال بيتصرفوا؟ طيب اخونا يوسف فينيانوس، طب يا معالي الوزير، طب الحيطان اللي راحت والطرقات بالشتي الماضي وانتم عم تمرقوا على الطرقات وبتشوفوها كيف هي خربانه، طب ما تصلحت. طيب معاوز ريمون رحمه تتروح تعمل له فقره، شاري فقره ب 50 مليون دولار ريمون رحمه، معه ريمون رحمه مليارين دولار، معاوز تروح تزفت له بقلب المشروع بالاملاك الخاصه ب 3 ملايين دولار حساب الدوله وفيش موازنه، او تلزم المتعهدين يزفتوا له وتقول لهم بعدين بنعطيكم؟ طيب روح عمل الطرقات العامه. طيب هل بيقبل الوزير الفرنسي؟ ما لازم نقبلها، اكيد ما لازم نقبلها. طيب اخونا هون اللي بده يركب الموجه، طيب يا عيني انت بدك تركب الموجه صرت وبدك تعمل تحطها بفلان وبعلتان، لك يا اخي ما انت لك 30 سنه بسوق الفساد الغاز، وهون بدي اقول له للتيار الوطني الحر ما علاجته انتم شركاء. هلا جبران اذا ما علاجتها مع الوزيره البستيني هيدي هلا انت شريك بتكون بدك تعالجها هلا. قصه الغاز، احتكار الغاز، كيف محتكر الغاز؟ انتم بتشتروا كلياتكم غاز. هلا واحد اسمه طلال الزين، ما حدا منكم سامع فيه. اصله سوري، عنده شركة احتكار الغاز بلبنان هو والوزير جنبلاط يا اخي. مستأجرين كل خزانات الغاز من وزارة الطاقة، يعني بتروح أنت لعند وزيرة الطاقة هلا بتقول لها بدي استوري الغاز، بتقول لك اكرم عينك بتعطيك هي موافقة. بتقول لها إيه وين الخزان اللي بدي أحط فيه؟ بتقول لك ما عندنا خزانة مستأجرة طلال الزين. طيب عم يستعملها طلال الزين؟ لا ما عم يستعملها كلها. بيستعمل 10% منها والباقي مستاجره تما حدا ينافسه. بس هذا ضد القانون بالمطلق. هذا احتيال على القانون وتغطيه للفساد، ما ليش عم نقول له للطيار؟ عالجوا الامر لما تكونوا شركاء فيه، لان انتم الوزاره انتم اذا ما عالجتوا انتم شركاء فيه معناتها. عم نحكي ملف واضح نحن والاسماء، طيب انتم اليوم يا خيي ليش 60 دولار الطن بلبنان اغلى من كل السعر العالمي؟ بسوريا بيجيبوه تهريب وبيجيبوه بتأمين عالي وبكل ظروف سوريا اليوم اغلى من السوق ب 45 دولار، ليش هون ب 60؟ لانه محتكرينه لو غلط. الواتساب نحن قلنا من قبل ما تشكل الحكومه قبل ما يسترشد رفيق محمد ابو فرنسا. بالاخير دفع ثمن، يعني هاي المعركه هي هاي المعركه نحن بلشناها قبل فترة. في واحد اسمه علاء الخواجة هو اللي جاب محمد شقير وزير تليفون، جابه لوزير الهاتف علاء الخواجة بهدف معين بالهاتف، وحكي انا حكيته من سنة قبل ما تشكل الحكومة.
ونبهت سعد الحريري انه اوعى تجيبه لهذا، هذا عم يقول انه بده يجيبني علاء الخواجه مش سعد الحريري، انا بمهمه معينه. شو هي المهمه؟ المهمه هي انه الشركتين يخصصوهم ويعملوا شركه ثالثه ويستولوا على كل قطاع الاتصالات، لانه هو المورد الاساسي المالي بالاضافه لموضوع الكهرباء بالبلد. طيب شو صار؟ هلا بده يزيد الموارد، بيجي علاء الخواجه هذا محمد شكاري بيتفقوا علاء الخواجه انه بدنا نزيد الموارد صفقه. منين بده يزيدوا الموارد؟ من الناس. بيبعث محمد شقير لواحد اسمه أمري بركان. أمري بركان هذا مدير عام الام تي سي. وبيبعث لواحد تاني اسمه مروان حايف. مروان حايف مدير بألفا. بيقول لهم بدنا نعمل واتساب. بدنا نصير ناخذ على الواتساب. بس الخدمة مجانية ولا هي مجانية؟ والشركة بتمنعك أصلاً إلا تكون مجانية. الشركة الأمريكية تبع الواتساب. فطلب منهم، قال لهم بدنا نعمل هذا المشروع. أمري بركان تبع الـ MTC وافق. مروان الحيك اعترض. قال له مروان حيك هيدي انتحار وما فينا نعملها وما انعملت ولا بلد. ما فيكم تعملوها، هذا خدمة مجانية ما فيكم تعملوها. ما كان يقنع هذا الدب محمد شفاك. هو طلع في شكله قبله، يعني واحد إذا بدك صور البلاها بتقول له محمد شفاك. ولع البلد. فإجا ولع البلد، صار مكلف البلد خسائر مئات ملايين دولارات. طيب. إجا محمد شفاك متفق هو والمون رحمة ومعهم أخونا متأسف يكون يعني يوسف فيليانوس مع ريمون رحمة. واللي بنتمنى على الوزير الفرنجي فورا يغيره، يمكن يكون مع الشرق، لانه ما بيجوز وما بيقبل اكيد الوزير الفرنجي بانه يوسف يعمل هيك. يوسف هو وكيل الامير الرحمي، هو عم يرتب هالموضوع معهم، الصفقه معهم. هلا يمكن كمحامي عم يشتغل مش كشريك يصطفي تحقيق ببين هذا الامر. بيجوا بيجيبوا بيعملوا التركيبة كلياتها، بيركبوا التركيبة كلياتها، وبيجوا بيضربونا بقصة الواتساب، بيتفجر البلد مثل ما صار. ومن جمعتين ثلاثة ما بنعرف احنا، بيشيلوا مروان حايف، بنعرف على شلوه. تاني مروان حايف ما طرق. بيروحوا بيقنعوا هذا الغبي اللي اسمه نجيب ساويريوس تبع ألفا، بيقنعوا له ساويريوس، بيقولوا له لازم نشيله لمروان حايك، بيشيلوا حساب هذا الموضوع. مش طبيعي والله. فهذه هي قصه الواتساب. الواتساب هلا اكثر شيء اقل شيء بتستبعي انه سعر الحريري بأسوأ الحالات بالحد الادنى اقاله محمد شقير وتبديل يوسف فنيانوس كممثل لطيار المرأة. على الحد الأدنى قصة الواتساب اللي فجرت البلد بهذه الطريقة اللي فجرته. بس مش هي قصة الواتساب، وفي قضايا تانية كمان. صحيح. طيب مروا على الكهرباء. طيب مروا على الكهرباء. طيب يا دولة الرئيس نبيل بري، طيب بتعرف انت انه خليل ابراهيم معطل داير عمار من 7 سنين؟ حدا منكم سامع بخليل ابراهيم؟ ما حدا سامع بخليل ابراهيم. هو قريب للرئيس بري. طيب يمكن الرئيس بري كمان معهوش خبر؟ طيب اثبت لنا معك خبر. مش معقول يكون كده. طيب خليل ابراهيم يا اخي راح لعند مروان ابو فاضل تلزم مشروع داير عمار من 7 سنين. راح لعند مروان ابو فاضل قال له بدي مليونين دولار، بعطي اسماء. قال له بدي مليونين دولار على المشروع او بيوقف. قال له خي انا مش مطالع مليونين دولار بالمشروع، هو وكيل الشركه اليونانيه. طيب قال له بيوقف المشروع.
قال له كيف بده يوقف؟ ما بلشنا. قال له راح يوقف. وقفوا له اليوم. طيب وقف المشروع. صرنا 8 سنين محرومين من 500 ميجا بتحل ثلث مشكلة الكهرباء. لأنه خليل إبراهيم قرر يخلط المصرية. طيب يا أخي كيف فينا نكفي هذه حبيبي؟ صاركم 8 سنين موقفينا لخبرية دير عمار حرمين الناس من 8 ساعات كهرباء زيادة لأنه خليل إبراهيم ما قبل المصريات. طيب وهلا بدنا نمشي الزهراني متبيل دير عمار. حتى اللي تمشي دير عمار لازم تمشي الزهراني وبنفس الشروط. طيب يا دولة الرئيس بيجوز هيك؟ طيب كمان خليل إبراهيم فاتح حسابه وما بيجوز كمان. هذا موضوع ما بيمشي. ما يحب الناس كمان تروح. طيب قلنا قديش قلت لكم صرنا سنوات ولك يا عمي حافظوا عليهم تتحكموهم، حافظوا عليهم تتسرقوهم، حافظوا عليهم تتنهبوهم للعالم. طيب بس انه هالقد كمان ما بيجوز. كيف في الامور هيك؟ انا كافي يا مالي.